بسم الله الرحمن الرحيم اخوان، هذا التين الشتوي الشتلات ان شاء الله بعد 29 تكون جاهزات للغرس. شتلات متوفرة بكمية كلش محدودة، سعر الشتلة ب10,000 دينار. طبعا الحجم اللي يجي ياخذ قبل هو ياخذ الاحجام الكبار. شتلات مثل ما تلاحظونها اغلبها محمل وخير من الله. هذا صنف من اندر الاصناف الموجودة بالعراق، سعر الشتلة 10,000 دينار. ان شاء الله بعد ايام نبلش نحركهن حتى بعد الزيارة تكون جاهزات 100%. تحياتي وسلامي للجميع.